خلال الفترة الأخيرة ظهرت مجموعة كده من الأبحاث عملها باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأبحاث طرحت فكرة مهمة جدا، هذه الفكرة متعلقة بمراحل علاج سرطان الثدي. إمتى نلجأ للعلاج الإشعاعي لهذا النوع من السرطان؟ هل هذا النوع أصلا أو هذا العلاج هو ضروري ولا لا؟ يمكن الدراسة كمان طرحت سؤال، هو إزاي ممكن نتجنب النوع ده من العلاج ونتجه للبدائل الأخرى المتعارف عليها. خلينا نجاوب على الأسئلة دي بشكل علمي أكتر مع ضيفنا اللي منورنا عبر تطبيق زوم، الدكتور محمد عبد الله، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بكلية طب قصر العيني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم. دكتور، خلينا كده بداية نقول، إمتى مريضة السرطان بالذات سرطان الثدي ممكن تلجأ للعلاج الإشعاعي؟ مبدئيا يا فندم، هو الطرح اللي طرح للسؤال طرح قد يكون غير دقيق شوية. طيب عدل. إنه إحنا عندنا في علاج الأورام عندنا التدخل الجراحي، التدخل للعلاج الإشعاعي، والتدخل بالعقاقير الدوائية. كل حاجة منهم لها المدلول بتاعها ولها الداعي لاستخدامها. وعلاج الأورام بصفة عامة بعيدا عن الموروثات الشعبية والإعلامية المضللة إلى حد كبير لمشاكل العلاج، هو علاج زي بقية العلاجات، مفيش أي خلاف بينه وبينه. أي علاج في الدنيا له مشاكل، ولكن النهاردة في سنة 2023 لما نيجي نتكلم على مشاكل العلاج لازم نتحدث بتحفظ شديد لعدة أسباب. أولاً، التقنيات الحديثة في العلاج أثبتت كفاءة وأمان كبير بالنسبة للمرضى، خصوصاً في مجال العلاج الإشعاعي. النهاردة برضو أتاني في 2023 إحنا بنعالج المرضى إشعاعياً عن طريق جلسات العلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد بتقنيات عديدة جداً جداً جداً. بما أنه في تقنيات جديدة يبقى في تحسن مضطرد في نسب حدوث المشاكل زي الحروق الجلد اللي كانت الناس كلها بتتكلم عليها وما شابه. بالنسبة للعلاج الإشعاعي في سرطان الثدي، هو علاج تكميلي وليس علاج أولي، بمعنى أنه المريضة بتكون عملت عملية جراحية. النهاردة أغلب الحالات بتعمل استئصال تحفظي، يعني بيتم إزالة الورم وبيتم إزالة الغدد الليمفاوية أسفل الإبط، أو بيتعمل حاجة اسمها عينة من الغدة الحارثة عشان نتأكد هل في إصابات في الغدد الليمفاوية أسفل الإبط أم لا. في الحالة ديت لو في مدلولات معينة تعتمد على حجم الورم، إصابات الغدد الليمفاوية، بعض العوامل الخلوية اللي بتبان في الفحص الباثولوجي، بيتم تحديد ان احنا هنحتاج للعلاج الاشعاعي ولا لا. غالبا في احوال الاستئصال التحفظي اللي بيتم فيه استئصال الورم فقط، ده بيمثل 50% من طريق التحكم في المرض موضعيا، والعلاج الاشعاعي يمثل 50% تانية، فبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه. ولكن لو بنتكلم بالعلم، لو انا عندي مريضة فوق 70 سنة الورم بتاعها اقل من 1 سنتي، مستقبلات الهرمونات إيجابية بشدة، هنا ممكن نتكلم إن إحنا نبعد عن العلاج الإشعاعي، ولكن تكون المريضة تحت متابعة شديدة لأنه نسب الارتداد مش قليلة، والشفاء لا يتم إلا بتكامل أركان العلاج كاملا، سواء كان جراحيا أو إشعاعيا أو عن طريق العقاقير الدوائية بأنواعها المختلفة. عظيم، حضرتك قلت تفاصيل كتيرة قوي يا دكتور، ومحتاجين نتوقف كده عند بعض الحاجات عشان الناس تكون فاهمة. برضو حضرتك عارف ان في لغط حاصل حول العلاج الإشعاعي من قبل الناس، وفي معلومات كتيرة غلط، لكن احنا حضرتك موجود عشان توضح لنا هذه المعلومات، وقد نكون احنا كمان برضو مش عارفين المعلومات بالقدر الكافي. حضرتك قلت انه بيتم، شكرا جزيلا لك يا فندم، بيتم إزالة الغدد الليمفاوية اسفل الإبط، هل هي من المسببات الأساسية لحدوث سرطان الثدي؟ لا، هي ناتج وليست سبب. بمعنى انه احنا في جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلق محطات تنقية كثيرة، جسمنا كله مليان غدد ليمفاوية. الغدد الليمفاوية اسفل الإبط هي اللي بتاخد من الثدي على طول، بمعنى ان انا مش شرط يكون في سرطان في الثدي او ورم في الثدي، ممكن يكون في التهاب او خراج.
الغدد الليمفاوية أسفل الإبط بتتضخم، وبيتم التعامل معها دوائيا عن طريق المضادات الحيوية أو التدخل الجراحي. وفي حالة الأورام نفس الكلام، بس في حالة الأورام لو الغدد الليمفاوية متضخمة فيجب أن يكون هناك استئصال جزئي لها، لأنه لا يمكن الاستئصال الكامل، لن يفيد وهتكون له مشاكل كثيرة. طيب هنا بقى لما نعمل الاستئصال بنلجأ للعلاج الإشعاعي يا دكتور؟ العلاج الإشعاعي زي ما وضحت لحضرتك يا أستاذة منة إن هو علاج تكميلي، إذا كان هناك مسببات أو دواعي لاستخدامه طبعا يجب أن نلجأ له. بمعنى حجم الورم قد إيه؟ هل في إصابات في الغدد الليمفاوية ولا لأ؟ هل في انتشار في الأوعية الليمفاوية ولا لأ؟ درجة الورم، نوعه، كله بيتم أخذه في الاعتبار عند تحديد مدى احتياج السيدة للعلاج الإشعاعي. عظيم، لكن سرطان الثدي هو واحد عند كل السيدات في مدى خطورته؟ لا طبعا مش واحد. احنا في الفترة الأخيرة، في العشر سنين الأخيرة ويمكن الخمستاشر أو العشرين سنة الأخيرة، احنا تعاملنا مع الورم مش بس بالحجم ولكن أيضا عن طريق المستقبلات. كيف يفكر هذا الورم؟ احنا بنتعامل مع الورم كأنه إنسان عاقل قدامي له طرق تصرف مختلفة، غالبا بتندرج تحت أربع أنواع كبيرة، وفي طبعا أنواع أخرى تحت الأربع أنواع دول. ولكن معروف أنه الورم اللي بيكون مستقبلات الهرمونات معبر عنها بشدة في هذا الورم بيكون ده أفضل من حاجة بنسميها ثلاثي السلبية، إن المستقبلات كلها بتكون سلبية. وإن كان برضو عندنا طفرة جديدة في العلاج عن طريق العلاج المناعي لهذه الحالات، إنها تستجيب بشدة للعلاج المناعي، وفي تجارب علمية كثيرة جدا أثبتت هذا الكلام. إذن كل يوم في جديد، كل يوم في تغير في الطرق، ازاي نقدر نعرف الورم، ازاي اقدر اتوقع هو هيعمل ايه، وبالتالي بيكون التدخل معاه علاجي. فكرة العلاجات اللي بتستمر لفترة طويلة دايما بنلاقي في الأدوية العادية اللي احنا بناخدها بيتقال ما ينفعش الدواء يستخدم إلا تحت إشراف طبيب، ولو زادت المدة لازم نرجع للطبيب. العلاج الإشعاعي متاح إنه أصلا يبقى لفترات طويلة؟ ولو بقى لفترات طويلة ممكن يأثر على أعضاء تانية؟ العلاج الإشعاعي يا فندم مختلف عن العلاج الدوائي. العلاج الإشعاعي معرف بكمية ونوعية وفترة زمن. تمام. بمعنى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتم تلقي العلاج الإشعاعي في حالة سرطان الثدي لأكثر من 6 أسابيع موضعية لعدد، يعني كمية معرفة. نقول أن الجزء الأول أنه هو ما بيبقاش أصلا لفترة طويلة. لا طبعا يا فندم. لا لا لا. أوكي. ومعروف الست شهور دول ممكن يأثروا على أي من الأعضاء الأخرى؟ 6 أسابيع يا فندم. الست أسابيع عفوا، ممكن يأثروا على أي من الأعضاء الأخرى؟ ده هنا الطفرة الجديدة، في مش جديدة يعني، هو ده البراكتس أو التعامل العادي بتاعنا اليومي من سنين طويلة، إنه في ما يطلق عليه العلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد. ده بيتم تحديده بدقة شديدة جدا، ان انا بدي او بعالج المنطقة المرادة علاجها فقط مع حماية باقي الاعضاء. احنا عارفين ان الثدي بيكون موجود في منطقة الصدر، منطقة الصدر فيها اعضاء حيوية عديدة، الرئة، القلب، منطقة الحيزوم في منتصف الصدر، الحبل الشوكي في العمود الفقري، كل الكلام ده بيتم حمايته بنسب تقرب من 90%، 95% و100% في بعض الحالات، في كل الحالات التي يتم علاجها. والتقنية متوفرة في كل الأجهزة اللي موجودة، ومصر لها الريادة في هذا الشق من فترات طويلة يا فندم. طيب دكتور محمد، احنا في بعض الاوقات بنشوف سيدات بيجي لها سرطان الثدي مرة وساعات اتنين، واوقات كمان بيكون بيجي لها اكتر من مرة، يعني
هل باستخدام العلاج الإشعاعي وزي ما حضرتك ذكرت أنه هو ضروري لأنه مراحل تكميلية من العلاج، هل ليه تأثير بالسلب باستخدامه لفترات طويلة حتى ولو كانت متباعدة زي ما قلنا أن فيه مثلا جالها مرة أو اثنين أو ثلاثة؟ لا، هو حضرتك مرة أو اثنين إحنا لازم نفرق في المسميات الطبية. المرض ممكن يكون مرتد وممكن يكون مرض جديد خالص، بمعنى أنه سيدة أصيبت بسرطان الثدي في الثدي الأيسر مثلا من 10 سنين، وبعد ما خلصت علاجها وخلصت المتابعة بتاعتها الدورية أصيبت بسرطان ثدي جديد في الناحية اليمنى. ده ورم جديد خالص ملوش علاقة باللي فات، وبنتعامل مع الحالة على إن هي حالة جديدة، كأن احنا يعني بناخد في الاعتبار طبعا التاريخ اللي فات في أشياء، ولكن لو حضرتك بتتكلم عن العلاج الإشعاعي تحديدا كل مريضة لها خطة علاجية مثبتة، وبالتالي لو أنا هعالج تاني لازم أرجع للعلاج القديم وأشوف هو كان واصل لغاية فين، ونقدر نعوض إزاي أو نحمي أجزاء تم تعرضها سلفا من الإشعاع في المرحلة الحالية. فدي قصة آمنة تماما يعني. كل الشكر ليك يا فندم الدكتور محمد عبد الله، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بكليه طب قصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك.